قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. تفاصيل صفقة الوداد الجديدة. توصل فريق الوداد الرياضي إلى اتفاق مع نادي شباب المحمدية خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية، يقضي بانتقال أحد لاعبيه إلى نادي الوداد الرياضي. وكشف مصدر مطلع أن إدارة النادي الأحمر توصلت إلى اتفاق رسمي مع شباب المحمدية لانتقال المدافع محمد رحيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعقد يمتد لأربع مواسم. وأضافت المصادر نفسها أن شباب المحمدية سيحصل على 200 مليون سنتيم من خلال تسريح لاعبه، مؤكدا انه سيتم توقيع العقد رسميا خلال وصول اي هشام ايتمنى رئيس النادي الى الدار البيضاء قادما من تونس في الساعات القليله القادمه. وكان اللاعب هيثم البهجه قد رفع قائمه مغادري النادي الاحمر الى 20 لاعب. يتعلق الامر بكل من عادل الرحيلي، جويل مادوندو، جابرييل اوكوتشوكو، محمد منار، عصام الشويخ، ابراهيم الباز، يوسف الشينا بعد فسخ عقودهم مع الوداد، ومحمد محمد الناهري، أمين تيغزوي، إبراهيم النقاس، بدر الدين بن عاشور بسبب نهاية عقودهم مع فريق الوداد الرياضي، بالإضافة إلى محمد رحيم عقب انتهاء مدة إعارته، إلا أنه سيعود لفريق الوداد الرياضي. ومحمد واترا، أنس الأصبحي، إسماعيل الحداد، كازادي كاسونغو، محمد كمال انتقلوا بصفة رسمية من فريق الوداد الرياضي، وهيثم البجة، مهدي الضغوغي، وأيوب لمدن غادروا على سبيل الإعارة. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.